بيروح الشباب يشارك كبار السن في تظاهرات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية في المدينة التي تتبع للصين وتتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير. من بين هؤلاء الجد وونغ الذي يحاول عبر مشاركته حماية الشبان، خاصة عندما يتطور الوضع إلى مواجهات مع الشرطة. التفاصيل في هذا التقرير. هذا هو الجد وونغ كما يلقبونه. تجده في تظاهرات هونغ كونغ يرفع عصاه أمام الشرطة ولسان حاله يقول: لا ترموا القنابل المسيلة للدموع. الرجل البالغ من العمر 85 عاما يحاول عبر وقوفه في الصفوف الأولى للتظاهرات أن يحمي الشبان عندما يحتدم الوضع وتقع الاشتباكات بين الشبان وعناصر الشرطة. يقول الجد وونغ: إنه لا يهم إن ضرب كبار السن، لكن ليس الصغار، لأن الصغار هم مستقبل هونغ كونغ. ويضيف وونغ: يجب ألا يتقاتل المواطنون فيما بينهم، في إشارة إلى الشرطة والمتظاهرين من أبناء المدينة. وكما الجد وونغ، كذلك الحال مع الجد تشان الذي يشارك وونغ الرأي ويرى أن الشبان هم عماد المستقبل وأن الحكومة يجب ألا تتصرف كما تفعل حاليا. تظاهرات هونغ كونغ بدأت منذ أشهر احتجاجا على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين وتواصلت مطالبة بالديمقراطية. ورغم إعلان الحكومة سحب القانون، إلا أنه يبدو أن مطالب المحتجين تتسع مع اتساع احتجاجاتهم.